الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والبعث والدين. وبعد، أول حاجة يعني نأسف، ماذا يأسف الزول اللي ما حضرناه، إنه قالوا فرصة الحوار النقاش. أنا فرصتي يعني معلش اسمحوا لي للشكر واليضح صراحة كده، أنا ما لقيت زول فتحوا له فرصة وشكر النازل، ما بيستحقوا يا جماعة، ما بيستحقوا. أنا أوريكم يستحقوا كيف، والله يستحقوا الشكر، ودي كلمة نقولها ونحن ما قاعدين لكن نقولها. أنا شغال في الحدود المصرية، الجماعة شقالة، شيخ مزمل، أحمد البدوي، أبو بكر آداب، درج صوفية مستحضرين في الحدود المصرية، استحضار شديد، والدعوة ماشي. أنا قبل 5 سنة 6 سنة كنت في البلد دي، والله الحلقة ما تقدر تستمر، صوفي بيجاي وصوفي بيجاي وكتاب بيجاي، هسه ما في حاجة. جيت الجامعة عليه كم سنة منها الليلة، يعني الحمد لله مسح هيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر بيسموها شجاعات البلد دي، والحظ شنو ده كله من فضل بعد فضل الله جل وعلا، فضل هؤلاء الشباب والشيوخ جزاهم الله خيرا، لا بد تشكرهم يا أخي. ده دعوة للتوحيد، دعوة الرسل، دعوة للكتاب، دعوة للسنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح، وكشف للصوفية وللإخوان المسلمين ولجميع المبتدعة. والدين منصور والحق منصور، والدعوة دي مباركة ومنصورة، وما أقدر أتكلم أكثر من كده. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ويستمد المد السلفي ويتواصل، وجزاكم الله بارك الله فيك، جزاك الله خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياك ووفقنا وإياك لما فيه الخير والرشاد.